فيديو من واحد من اهل ديالى. هو بصراحة الفيديو طويل، وايضا راح اخذ اخوه وياي. هاي القضية حثت مثل ما راح تسمعوا. اعطوني يا همام، اعطوني الفيديو. انا موظف حيدر علي قاسم، اداوم في مديرية بلدية خانقين. ساعة 8:30 رحت للدوام، اثناء الدوام عندي معاملة وقعية من المدير. رحت للمدير سألت ابو الاستعلامات وين المدير، قال المدير ما موجود، الباب ماله مسدود والحرس موجودين، سيارته موجودين، قال دي يفطر بالغرف. وانا ما افطريت بالغرف، علي ادور علي الغرف يمنى يسرى ما شفت المدير. عنده غرفة هو اللي ورا يم الحديقة، مكان الاستراحة مالته، مكان النرجيلة مالته، فالجامات مظلل. انا دقيت الباب وفتحت الباب، طبيت حسبالي المدير قاعد، بل اثناء شفت المدير فتح الباب الخلفي، باب غرفة صغيرة هو وموظفة وياه، فلابسين ملابس كما خلقني ربي، كل شيء نازعين واثنيناتهم، وهذا اجى بوجهي صار اوز، فسد اللي يريد يسد الباب وجهي، قال لي انت شنو تجي ورايا؟ شو تريد انت؟ ليش تجي؟ امشي روح، على شنو تراقبني؟ امشي روح بعدين انا اتفاهم وياك. بهالاثناء انا طلعت، فانا قلت له صار اني العفو ما عرفت فتحت الباب، رد استر علي، انا معفته ورحت. رحت ورا 5 دقائق دس علي، 5 دقائق 10 دقائق دس علي، قال لي وين حيدر جيبه؟ دسوا علي، انا نزمت المعامل ورحت يمه، هو قاعد بالغرفه وفتحوا الباب الغرفه، الغرفه مالته هو وموظف اسمه عباس زعلان اللي قاعد يمه اثنيناتهم. بهالاثناء اعطيت المعامله بيد الولد، قلت له صار بس وقع لي وجيب لي، لانه ما حبيت احكي يعني اخاف ينفتح الموضوع شيء قدام الولد عباس زعلان ويسمع واي، قلنا خلينا نستر على الموضوع، البنيه موظفه من خانقين ويانا واي عيب. فقال لا خلي هو يطب جوا، انا طبيت جوا سلمت ما حكيت شيء، انطيت المعامله بيده، هو ما اخذ المعامله الشماره اللي ورا، من شمار المعاملة اللي ورا قال انت على شنو جاي تراقبني، على شنو جاي تكشف علي، هيك هيك منك ومن شرفك ومن عرضك، قام يسبي. فبالاثناء افطار واخذ المسدس مالته ويجي، قال هاليوم اكدك شلون تريد تطلع اسراري. زين من طلع برا سحب المسدس وبدل دفرات وبوكسيات، واني ما حكيت كل شيء انا لانه مرت افتح الموضوع قدام عباس ويكبر، قلت على المسدس على الموضوع، وانا مفتريت مجبور شنت تحملت كل شيء، ضرب والإهانة والمسبة، وانا المعاملة بقت شمارها بالقع، وانا طلعت خارج الدائرة، طلعت وركضت طلعت اشو هذا، قال لا لزمون جيبوا اليوم الا قلت له هذا، طلع الدورية والولد كلهم ورا يردون يلزمون، انا رحت ركض، رحت المحكمة اشتكيت المركز شرطة، كملت الافادة مالتي. الدورية بالباب واقفة، المن تابعة واقفة بالباب؟ الدورية مركز شرطة، يعني حماية البلدية. الحماية مال البلدية هو موقف وسيارته الدرع موجودة ومسلح وهاي، واجا هجم علي، انا قلت له صاد انا اريد استر على بنياني، على شنو يجي تكبر الموضوع؟ زين قال لا انت لا تفضحني تقشمرني. عباس وين كان؟ كان بالغرفة الكبيرة القاعة اللي يقعد بيها، ورا ربع ساعة وعشر دقائق شفته هناك موجود. عباس صراحة الفيديو طويل، بس القضية بهذا الشو، انا عجبت لي 3 مفردات. الغرفة الخلفية مال السيد المدير اللي يشرب بيها نرجيلة، مدير عام يدخن نرجيلة بالدائرة، الشيء الاخر مدير عام شايل له مسدس بحزامه ويسحب مسدس على موظف في داخل الدائرة، والمصطلح الثالث اللي لابسين هدوم كما خلقني ربي. هذا المدير انا بعدني ما شايفه، والله اليوم أرد أسأل علي أرد أشتري لي واحد منه، لابسين هدوم كما خلقني ربي. أنا هاي القصة يبدو لي أنه الوليد هذا الآن مسجون، فوصلتني أخوه موجود. أسراء شوفي حسين علي قاسم. أخ حسين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أستاذ نجم، أهلا وسهلا. هذا الفيديو اللي الآن عرض على شاشة قناة التغيير، هذا نعم. أخوك؟ نعم استاذ، اخوي الاصغر من عندي مواليد 88. الوقائع اللي ذكرها الان انت مطلع نعم. عليها وقائع حقيقيه؟
استاذ ان شاء الله وقائع حقيقيه، وانا مسؤول عن كلامي امام الله اولا وامام القانون ثانيا وامام حضرتك ايضا، يعني انت اعلامي وشكرا لقناتك الموقره. يعني احنا بالخدمه، لكن الرجل الان هذا اللي صار معاه، انتوا اقمتم شكوى حسب ادعاء اخوك، شنو اللي صار من اجراءات تجاه هذا اللابس من غير هدوم؟ استاذ اللي صار الاجراءات بنفس اللحظه سيد محافظ ديالى المحترم شكل لجنه برئاسه مقاميه قضاء خانقين الاستاذ دولير، اي يعني حتى يحقق بهذا الموضوع. نعم اللجنه شكلت، القيمقام دخل للبلديه، عرف التفاصيل اللي صاير كله، اخذ اساده حيدر، اتضح بعد ذلك بان هاي الموظفه اصلا هي مو موظفه داخل الدائره ولا هي صفتها عقد يعني رسمي، وانما هي اجور يومي. اي فالمهم على ضوء كتاب سيد القيمقام اللي رفعه للمحافظ، رفع اليد عن المدير، عن مدير الدائره، طلعه من الدائره لمده 6 شهور. اي تفاجئنا استاذ بعد ما حيدر اشتكى وجيب الشاهد، طبعا احنا جانا شاهد قطيع شهد حلف بالله الكريم ودون افاته بدائيا وقضائيا وحلف امام القاضي، لان هو شاف المسدس، الشاهد مالتنا شاف المسدس. يعني دعوتكم حيدر، دعوتكم على المؤمن اليه السيد المدير الله يطول عمره، هي قضيه الشروع بالقتل. احسنت استاذ، انت اكو وسائل اخرى تقدر تعاقب الموظف. اي تقدر، هو الموظف طبعا اخويا بالمناسبه هو حرفي، يعني الدرجه الوظيفيه مالته حرفي، يعني لا مهندس ولا شيء حتى ينازع. هسه ما لي علاقه بوظيفه اخوك مالتح. انتم سويتوا دعوه الشروع بالقتل ورحتم الى القضاء وقدمتم شهود انه امامهم سحب المسدس ورادي كتلو واخوك انهزم، ثبتوا لهاي الواقعه؟ استاذ نعم، اجى الشاهد شهد ودون افاته بدائيا وقضائيا وحلف على يمين الله، قال انا شفت المسدس وفلان شال المسدس وخلاه بحزامه، من صارت الواقعه. زين جناب يعني نقول المحكمه شو تريد؟ المحكمه تريد شهود اثنين بهالموضوع. اي زين هو بس هذا كان موجود، احنا منين نجيب شهود اثنين؟ الشاهد منو كان؟ انا كل موجود حاليا بالدائره، موظف وياهم بالبلد. اسمع عباس يمكن؟ لا لا استاذ، اسمه حاج محمد مو عباس. اي المهم اللي صار، السيد المحافظ رفع اليد عنه وطلعه من الدائره، وحيدر بقى بوظيفته معزز مقدر محترم، ما حد له شغله دي. زين على ضوء كتاب القيمقام، اللجنه التحقيقيه مال القيمقام، تمام، بعد 6 اشهر تفاجئنا المدير نفسه رجع للمنصب. شلون رجع؟ اكو استاذ سياسيين فاسدين واحزاب فاسده وياه بظهره. زين اللي رجعته للمنصب اول عمليه قام بها ثاني يوم من استلام المنصب من جديد، هو بدا ينقل الموظف المسكين اللي اجى شهد الحيدر، نقله من المكان اللي هو يداوم به. انتهينا منه. ثالث يوم من الدوام استوى رئيس النقل حيدر من خانقين الى سعديه. زين الى ناحيه السعديه، ليش؟ حتى بالطريقه اني اشوف يدز كم واحد يقتلوه يسوي له شيء مثلا من هالباب هذا. انا شخصيا اتصلت بسيد المحافظ وفهمته، قلت له استاذ هو رجع للوظيفه مالته، ما نعرف شلون رجع ولا قلنا شغله بهالموضوع، بس او ويا رجعته راسا ترى نقل حيدر للسعديه، هذا الشيء ما ينسكت عنه. قال لي انتظر اني احل الموضوع. اي ورا ربع ساعه خابرونا لاغي قرار المدير، راد يعني لاغي قرار مدير البلديه ومنطي 15 يوم اجازه لحيدر. اي سيد المحافظ. اي اللي صار استاذ، اللي صار القضيه المحكمه سدتها، قضيه المسدس سدتها لعدم وجود الادله الكافيه، بس شاهد واحد يعني عند حيدر. اي زين المفرزه الان بوقتها لما سحب المسدس عليه، المفرزه مو كانت موجوده؟ الامر صار امامه، المفرزه امام الموظفين خارج الدائره. زين استاذ العفو، المفرزه خارج الدائره، اي داخل الدائره. بس هو اللي هو شخصيا هو مدير دائره خدميه، سيارته طبعا سيارته مصفحه، سيارته درع، اي ومسدس مالته بحزامه. زين وللمعلومات وهذا الكلام انا مسؤول عنه، هذا الانسان هذا الشخص هم من عائله ارهابيه معروفين الشهربان، وانا ابن ديال استاذ. انا ما 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 يعني انت عندك دليل على هذا؟
نعم نعم الدليل مالتي جنابك تقدر تدخل على جوجل او تسال من اي شخص بالجاله تقول الارهابي هشام رتيبه. هشام الارهابي هشام رتيبه نعم سجل هذا الاسم يمك. اي الارهابي هشام رتيبه اخو هذا المدير شقيقه يصير. اي الان محكوم ومسجون يعني انت اعتقد محكوم اعدام اصلا. هشام رتيبة الإرهابي أخو هشام رتيبة أخو أوس رتيبة أخو هذا المدير والمدير هو نفسه عليه دعوة خطف الكتاب ماله موجود عليه دعوة خطف يعني بيته من شهر رمضان كان أنا أشكرك يعني للعمليات وهالسوالف. أنا أخذت وقت هواية يا حسين. أخوان هاي القصة الرسالة موجهة إلى السيد مثنى المحترم. الناس لما يفيض بيها الضيم تحكي، والوليد اللي شاف الواقعة واللي هدد بالقتل الآن مسجون، وهاي الناس راح أنا متأكد راح يتم استهدافها، بس الناس تحكي وحماية هاي العائلة بمسؤوليتك سيد مثنى. وأنا إن شاء الله بعد عرض هاي الحلقة لك حق الرد بهاي القضية، وحتى إلى المدير العام أيضا حق الرد مكفول، أنا ما أستثني أحد. لكنه يا سيد مثنى يا الأخوة في مجلس القضاء يا قضاء دياله المحترمون، هذا الرجل وهذا العائلة بإدعائهم وكما يظهر قد وضع عليهم ظلما كبير. أنا لا أتدخل في عمل القضاء وأحترم عمل القضاء، لكن في بعض الأحيان قد تكون تأثيرات هنا وهناك وقد يحصل السهو. ماذا لبهذا؟ شنو مدير عام حاط له نرجيله بالدائره؟ شنو مدير عام شايل له مسدس؟ شنو مدير عام يمارس الرذيله في داخل دوائر الدوله؟ شنو مدير عام على قول هذا هسه انا ما اردت اسمي الاسماء اخوه ارهابي؟ ليش وصلنا الى هاي المستويات؟ ولما ننتقد ولما نصرخ يطلع لك واحد يقول لك يابا والله انتم تنظرون الى الاشياء السوداويه، لانه حقه هو ما شايف الشارع، هو ما شايف ضيم الناس، هو يصعد من دكسارة ينزل من دكسارة، يطلع من زعيم يقعد يم زعيم، منين ما يمد ايداك ودفاتر؟ احنا منين ما ننتجي عندنا ضيم؟ منين ما نطيح عندنا جروح؟ منين ما يعني دمعة بطرف العين بس سرمش تطيح؟ نمارس هذا الدور حتى نضع هاي الاشياء امامكم. قلبنا ملفات الفساد سنين، صوتنا راح، حياتنا راحت، صحتنا راحت، بعدين عشنا بالمنافي. لا مزاح منكم على سلطة، رايد لا يدمن عندكم مال، ردنا تشوفون ضيم هاي الناس وتسمعوهم. والموخوش آدمي بالدولة يضرب الكبير، يضرب الكبير، يضرب الحاكم، يضرب رئيس الحزب. أنا جاي أقول لك هذا المدير، هذا الغفير، هذا الوزير شيله أو حاسبه وانتفض لمظلومية الناس. ما عندي قضية ثانية وياك، ما اريد منك سلطة، ما اريد منك جاه، ما اريد منك فلوس، انا ما اخذ فلوس. خل كلكم تسمعوها كبيركم وصغيركم، لانه اللي يتعامل بهذه القضايا مقابل مال او يحط بايده دينار خلي يروح يشوف شرفه ويشوف عرضه. لا تعيرونا بعاركم، مو احنا.